وشنو القادم من الهند واحد من عشرات السياح الأجانب الذين يقصدون الموصل. فبين أزقتها وشوارعها وأسواقها ومعالمها الأثرية والتراثية المتضررة بفعل اجتياح داعش وحرب التحرير، يوثق وشنو زيارته ليعكس صورة مغايرة لما كان يسمع عن المدينة المدمرة وغير المستقرة. عندما جئت إلى مدينة الموصل، إنه قبل كنت أسمع إنه دائما هذه عن طريق الأخبار إنه هذه المدن يعني مدمرة، وأيضا إنه أخبار سيئة عن هذه المدينة. من جيت يعني إلى هذا المكان شفت إنه كل شيء مختلف، إنه مو عكس ما يصور يعني كان الإعلام قبل. بعد عقود من العزلة تنتعش السياحة في الموصل، حيث يأتي بعض السياح بشكل فردي أو مجموعات عبر رحلات منظمة بوسائل التواصل الاجتماعي مع شبان موصليين يعملون في مجال الإرشاد السياحي. العدد يوم بعد يوم في تزايد. قبل كنت انه شخص شخصين، هسه العايجين الموصل مو فقط ويا حارث، حتى شركات سياحيه قامت تجيب انه سياح للمدينه، بحيث انه خلوا صارت محطه رجل الموصل. من يروح المدينه مثلا الاربيل من ضمن الخطه يزور الموصل. ورغم المحاولات الفردية لجذب السياح الأجانب للموصل، فإن القطاع السياحي لا يزال يفتقر إلى الدعم الحكومي، فدمار فنادق المدينة من فئة الخمس نجوم فضلا عن عدم وجود مطار أسباب تقول هيئة السياحة إنها تشكل تحديا للنهوض بواقع المحافظة السياحي. لعدم وجود مطار وعدم وجود فنادق هذه لها تأثير كبير. احنا الزائر من يجينا من محافظات الأخرى أو يجينا من خارج البلد راح يضطر ينزل في مطار أربيل، راح يضطر يسكن في فنادق أربيل أو في مناطق فنادق في كردستان، فهذا كله إلى أثره. يعني السائح من يجي يريد يستقر في المكان اللي هو يريد يزوره، سواء كان آثار أو مناطق تراثية. ويؤكد خبراء الآثار أن نينوى تعد من أكثر المحافظات التي تضم مواقع أثرية بنحو 1700 موقع من مختلف العصور، وهي فرصة قائمة لأن تكون موردا اقتصاديا إذا ما حظيت بالاهتمام وروج لها بشكل لائق. قاسم الزيدي، UTV، الموصل.